نود مشاهدينا التنويه بأن هذه القصة تحتوي على تفاصيل قاسية ومؤلمة. فعلى طاولة المطبخ وبلا تخدير أو حتى أدوات طبية أساسية، قام طبيب فلسطيني ببتر ساق فتاة من أقاربه أصيبت بالقصف الإسرائيلي وفقا لما يقول. تفاصيل القصة تعكس واقعا أليما جسدته عملية أجراها الطبيب داخل منزل محاصر ودموعه لا تفارق عينيه. الطبيب هاني بسيسو الذي يقيم في قطاع غزة ليس ببعيد عن مستشفى الشفاء، أرسل رسالة للعالم يناشده وهو يتساءل ويبكي: أين الإنسانية؟ أين العالم عما يجري في غزة؟ فهاني الذي تقتضي مهنته معالجة المرضى وتخفيف آلامهم باختصاصه في جراحة العظام، وجد نفسه مكرها ومضطرا لبتر ساق قريبته التي لم تتجاوز 17 عاما باستخدام أدوات بدائية ودلو فيه بعض الماء والمعقمات بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمنزل على حد قوله. موجودين في بيتنا، تصفونا، هذه بنتي اتصوروا، أنا بعملها باتل لرجلها في الدار. إيش اليهود بدهم منا؟ إيش الظلم اللي واقع علينا؟ إحنا محصرين إلا 15 يوم، بنتي بقطع لها رجلها بدون بنج، وين الرحمة؟ وين الإنسانية؟ إيش الظلم؟ إيش الذنب اللي إحنا عملناه؟ عشان العملية أنا بعمل عطاولة المطبخ من دون بنج، بقطع رجل بنت عمرها 16 17 سنة من دون بنج، وين الرحمة؟ رحمنا يا رب، رحمنا يا رب، هذا ظلم كبير واقع علينا. وين الأمة العربية الإسلامية؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الدفاع الشرف؟ وين الكرامة؟ وين كرامتكم؟ منزل العائلة يقع في شارع اللبابيدي، وحسب ما قال الطبيب فإن هذا الشارع يبعد عن مستشفى الشفاء مسافة 5 دقائق فقط، لكنه لم يتمكن من سير تلك المسافة بسبب الحصار على المنزل منذ 15 يوما. للرد على هذه الحادثة والفيديو وما قاله الدكتور هاني بسيسو في تسجيله حول أنه لم يتمكن من الوصول لمستشفى الشفاء بالرغم من قربه من منزله بسبب حصار الجيش الإسرائيلي للمنزل، قال الجيش الإسرائيلي لبرنامج تريندينغ إنهم ما زالوا يتحققون من مصدر الفيديو وإنهم لم يتمكنوا من معرفة صحة الموضوع بعد وأنهم ما زالوا يبحثون في الأمر. مشاهدينا، حالة هذه الطفلة المأساوية ليست الوحيدة وليست استثنائية، فتقارير كثيرة صدرت حول إصابات للأطفال وبتر أطرافهم بعد تعرضهم للقصف أو انهيار المنازل جراء القصف وهم بداخلها، مما أدى لتعرض أطرافهم للتلف الكامل واستدعى ذلك طبعا البتر. منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية ومقرها بريطانيا قالت في بيان لها في 7 من كانون 2 يناير إن أكثر من 10 أطفال في المتوسط يفقدون إحدى ساقيهم أو كلتيهما كل يوم في غزة منذ بدء الحرب، في حين طبعا تتم العديد من عمليات البتر بلا تخدير بحسب المنظمة. أيضا منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف قالت إن أكثر من 1000 طفل أجريت لهم جراحات بتر الساق، وخضع بعضهم لأكثر من جراحة أو لبتر كلتا الساقين بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني. اليونيسف قالت أيضا في تقرير في 21 من ديسمبر كانون الأول إن أكثر من 9000 طفل أصيبوا في قطاع غزة، وترك العديد منهم ليصارع آلام فقدان ذراع أو ساق. الأطفال الذين بترت أطرافهم خلال الحرب في غزة يمرون بظروف بالغة في الصعوبة إلى جانب إصاباتهم. نادين النمري مديرة المناصرة والإعلام في منظمة إنقاذ الأطفال من الأردن تحدثت إلى تريندينغ عن أهم المعوقات التي تقف في طريق حصولهم على العلاج. الأطراف أن هذه ليست
يعني عملية وفقط انتهى الموضوع، بل هناك حاجة لمتابعة صحية حتى يتم التأكد أنه ليس هناك مضاعفات لهذه الإجراءات الطبية، وأنه أيضا بحاجة لمتابعة نفسية للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، لأنها ربما من أقصى التجارب التي قد يمر بها أي طفل في العالم، والأطفال بحاجة لتأهيل لدعم حتى في المراحل اللاحقة. عندما نتحدث عن الأطراف الاصطناعية، هذه الخدمات غير متوفرة حاليا، هذه الخدمات أيضا تحتاج إلى تدريب وتأهيل وعلاج وظيفي، فنحن نتكلم عن حاجة فعليا كبيرة جدا. السيدة نادين أشارت أيضا إلى حالات وفاة لأطفال بعد بتر أطرافهم نظرا لعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. نحن نطالب بضرورة توفير العلاج في الخارج للحالات التي تستدعي العلاج خارج قطاع غزة لسبب عدم توفر العلاجات. نحن للأسف أيضا سمعنا عن حالات لأطفال ماتوا لاحقا بعد أن تم بتر أطرافهم لأنه لم يتوفر المتابعة والرعاية الصحية اللازمة لهم. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج. سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.